بداية، هل حالة الإرباك التي تنتهي بالحكومة البريطانية وربما أيضا عدد من الحكومات الأخرى حول العالم، وهذه المسارعة لاتخاذ إجراءات غليظة ربما أكثر قسوة من الإغلاقات السابقة التي تابعناها، هل ربما يشي ذلك بأنه بهذه الحكومات وبأنه التقديرات الصحية لا تعرف كل شيء عن هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى الآن؟ مرحبا بكم. بالتأكيد من الصعب التكهن بتصرف السلالة الجديدة الآن، يحتاج بعض الوقت. هناك دراسات مستمرة على المرضى الداخلين إلى المستشفيات جميعا في بريطانيا الآن لمعرفة الكثير عن هذه السلالة. ما نعرفه وهو المؤكد أنها تنتقل بسرعة كبيرة بسبب حجم أو كمية الفيروس عند المصاب، لهذا ستنتقل بسرعة. ولكن هل تسبب مرضا أكثر فتكا مما نعرف؟ لا يوجد دليل على هذا، ولا يوجد دليل على أن هذه السلالة لن تستجيب إلى اللقاح. ولكن بسبب هذا الانتشار السريع من المؤكد سيتضاعف عدد المرضى والذين يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى. الآن هناك 18 ألف مريض في مستشفيات بريطانيا، في قمة الذروة في أبريل كان هناك حوالي 20 ألف. لهذا الموضوع يثير قلق الحكومة البريطانية لأنها لا تريد من المؤسسة الصحية أن تنهار تحت هذا الضغط الهائل، لأن لو ذلك حدث هذا سينعكس بالضرورة على عدد الوفيات.